احنا الظلام. فمتابعي القناه قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في، والف تحيه لجميع متابعي القناه داخل المغرب وخارج المغرب. الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء، واليكم الحصيله اليوميه مباشره من اقليم تازه. فبالنسبه للحالات المؤكده متابعي القناه ف431 اصابه لهذا اليوم، اصابه مؤكده متابعي القناه، ليصل المجموع الى 488181 كحصيلة إجمالية أو إجمالي الحالات بالمملكة المغربية. أما عدد الوفيات بالمغرب ولله الحمد 4 وفيات، وهنا كنشوفوا انخفاض صاروخي لنسبة الوفيات بالمملكة المغربية مقارنة مع إجمالي الحالات بالمملكة المغربية 8716 الحالة. فاللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. بالنسبة للمتعافون متابعي القناة 681 حالة شفاء بالمملكة المغربية، ليصل المجموع حالات الشفاء بربوع المملكة 474933. أما بالنسبة للحالات النشيطة فقد سجلت 4527. متابعي قناة شوف تي في، يا رب تحفظ بلادنا، اللهم ارفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. بالنسبة للجهة اللي كنتسمي لها جهة فاس مكناس متابعي قناة شوف تي في، فلله الحمد بفاس 3 حالات إصابة، بمكناس حالتين، وببولمان حالة واحدة، 0 حالة وفاة بجهة فاس مكناس. أما تازة 0 حالة إصابة، تونات توريرت 0 حالة إصابة. فالله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. نتمنى الخير من عند الله، نتمنى السلامة والعافية للجميع. فأعيدها، الحالات المؤكدة 431 حالة مؤكدة، ليصل المجموع حالة الإصابة 488181 بالنسبة للمجموع. أما عدد الوفيات ف4 حالات وفاة بالنسبة للمجموع، 8716 حالة وفاة. بالنسبة للحالة النشطة 681 حالة نشطة، ليصل المجموع إلى 474938. فمتابعي الكرام، الله يرفع لنا هذا الوباء وهذا البلاء من ربع المملكة المغربية. فبالنسبة لإقليم تازة فصفر حالة إصابة هذا اليوم، وكذا 0 حالة وفاة. بالنسبة لربوع المملكة في عدد حالات الإصابة المؤكدة 431 حالة إصابة. فالله يرفع لنا هذا الوباء وهذا الوباء من ربوع المملكة. ومجموع الحالات بالمغرب 488181 متابعي قناة شوف تي في. أما لعدد الوفيات فغير 4 حالات الوفاة فلله الحمد، كاين انخفاض صاروخي، والله الا كاين انخفاض صاروخي متابع الكرام. بالنسبه لعدد الحالات الشفاء ف 681 حالة شفاء متابع قناة شوف تي في، 681 حالة شفاء. فالله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء، الله يرفع لنا ملي كتقرا 4 حالات وفاة فم الله يرحم هاد الناس، لكن الحمد لله كاين انخفاض ملحوظ في الاصابات وفي الوفيات متابع قناة شوف تي في. كاين انخفاض ملحوظ، كان 431 حالة إصابة، 4 وفيات، والمتعافون 681. فتحية لجميع متابعي قناتنا قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب، والله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. فبالنسبة لفاس 3 حالات إصابة، بالنسبة لمكناس حالتين، وبولمان حالة واحدة متابعي قناة شوف تي في. بالنسبة لتازة 0 حالات إصابة، تونات 0 حالة إصابة ولله الحمد. فنتمنى الخير من عند الله والسلامة والعافية للجميع أصدقاء قناتنا قناة شوف تي في. تزامنا مع الحصيلة دايرين هذه الجولة بإقليم تازة
نشوفوا الأجواء بالإقليم وتتبع القناة. فنتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا الله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. أصدقاء قناة شوف تي في، والمزيد من التدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. الله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء، نتمنوا الخير من عند الله والسلامة والعافية للجميع أصدقاء قناة شوف تي في. فما عسي أن أقول، الله يحفظنا والله يحفظ جميع المغاربة ويترفع الوباء. فأربع حالات إصابة، عدد مشجع متابعي قناة شوف تي في، أربع وفيات، عدد اللي كنقول كانخفاض صاروخي لعدد الوفيات، 431 إصابة الحمد لله. ما بقينا، تجاوزنا عتبة 5000 إصابة، وتجاوزنا عتبة 4000 إصابة، وتجاوزنا عتبة 3000 2500 ولله الحمد. فما عسي أن أقول، إلى الله يرفعنا البلاء والوباء من ربوع المملكة. المتعافون 681 حالة شفاء بالمملكة المغربية متابعي قناة شوف تي في. كما كتشوفوا التزام بالكمامة، أنا كمراسل قناة ديما على الكمامة، يعني ديما التزام بالكمامة متابعي قناة شوف تي في، ديما الالتزام بالكمامة متابعي قناة. الكمامة ما كنحيدهاش أنا كمراسل، والله ما كنحيدها، التغطية نديرها فين ما مشيت نديرها، حتى لقى قرار ديال حيد الكمامة. فالله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية متابعي القناة. أما بالنسبة للحالات المستفيدة من التلقيح، فبالنسبة للجرعة الأولى 4,169,133، الجرعة الثانية 1,224,959 متابعي قناتنا قناة شوف تي في. نتمنى الخير من عند الله والسلامة والعافية للجميع، والله يحفظكم ويحفظ جميع المغاربة، يترفع لنا هذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. بالنسبة للجرعة الأولى أقولها، فالناس خدوا الجرعة ديالهم ليصل المجموع 4,169,133. أما بالنسبة للجرعة الثانية فمليون 224,959 متابعي الكرام، من قلب إقليمي تازة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.